سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. اللهم اجبر جبر المظلومين وانصر أهلنا في فلسطين يا رب العالمين. توأم الشعلة، توأم الروح. ما هو توأم الشعلة وما هو توأم الروح؟ لمن فاته الاستماع في فيديوهات سابقة وأوديو سابق، ماذا يعني توأم الشعلة؟ وهل أنت في توأم الشعلة أم لا؟ نكرر مرة أخرى ونقول، توأم الشعلة هو روح منقسمة إلى نصفين، نصفها عندك والنصف الآخر في شخص آخر. بمعنى هناك جسدان اثنان ولكن روحهما واحدة، يتحسس آلامك، يشعر بشعورك، يفرح لفرحك، يحب ما تحب ويكره ما تكره، ومرآة تبقى الأصل عنك، مزاجه كمزاجك، وأفراحه هي أفراحك وأحزانه هي أحزانك. هذا باختصار عن توأم الشعلة، يتناجى معك وتشعر به دوما ويقترب منك دوما، ليس فيزيكلي بجسده، وقد يقترب منك بروحه في المنام، يقفز إلى ذهنك فجأة في الواقع بحادثة معينة، بظرف ما، بفعالية معينة. تكون أنت رايح على المول أو السوبر ماركت، تجده أمامك أو تشعر به ويقفز إلى ذهنك وتفكر به دوما، ثم يختفي هذا التفكير فترة ما، وتحاول أن تلملم نفسك وتلملم وضعك وأفكارك وتواجه الواقع الذي أنت تعيش فيه لكي تتخلص من ذلك الشعور الذي هو أشبه بالإدمان. 24 ساعة على 24 ساعة تفكر به، في طعامك، في شرابك، في منامك، في رحلاتك، في جولاتك، حتى في أسرتك. عندما يتعرض الإنسان للظلم والقهر والكبت والحرمان في طفولته وفي حياته وفي صغره، يشعر بألم شديد، يشعر بألم شديد وحسرة واضطهاد وظلم وقهر، وخصوصا إن كان ذلك الألم والكآبة والاضطهاد والظلم والخبث والغدر والخيانة من أقرب الناس إليك، قد تكون من الأب، من الأم، من الأخ، من الأخت، من الصديق، من زميل العمل، من الجار، من أي شخص كان. نحن عشنا في طفولة نتذكر أشياء لا تمحى ولا تنسى ولا يمكن أن نتغاضى عنها، كالدودة الشريطية تاب وورم التي تعيش في أمعاء الإنسان، تعيش معه، وكالسرطان عافانا الله وعافاكم من هذا المرض ومن جميع الأمراض، يغزو اللحم والجسد والدم. اللهم عافنا وعافنا، كل التوفيق والصحة لقلوبكم يا ابنتي يا أختي، أيتها الزوجة الفاضلة، أيتها المرأة، يا ابني،
يا أخي وصديقي وقرة عيني، توأم الشعلة هو التحام نصف روح بروح، إدمان، عذاب، قهر، كبت. لا تستطيع أن تفكر في طعامك ولا في شرابك ولا في عملك حتى في أسرتك إلا أن تلتقي بذلك الشخص بنصف روحك لتندمج نصف الروح الأولى مع نصف الروح الأخرى وتشكل روحا طاهرة نقية تسمو إلى الأعلى وتتحد وتحقق أعلى ذرات السعادة والفرح والأمان والاستقرار. كنت قد تحدثت قبل قليل عن الآلام والأحزان والأوجاع والأمراض والظلم والقهر الذي تعرضنا له منذ طفولتنا، لنقل منذ سن تقريبا 10 إلى سن 20، أو حتى منذ سن 7 أو 8 إلى سن 20. هذه فترة 10 سنوات معظم الأطفال، وسواء كانوا فتيان أو فتيات، يتعرضون لصدمات موحشة من أقرب الناس إليهم، ومن أهمها وليس الحصر التحرش، التحرش من القريب قبل الغريب، في العائلة الواحدة أو في الأسرة أو في العشيرة. ومن هنا تبدأ الحكاية والرواية والقصة، قصة الألم والحزن والعذاب والشعور بالاضطهاد، ويكبر ثم يكبر ثم ينمو، وينمو ذلك الشرخ الذي تعرض له في طفولته ليصبح ناقما على المجتمع، على الأسرة، على الناس الذين يلبسون أقنعة ولا نراهم ولا نجدهم عند الحاجة، وتصبح نظرة ذلك الإنسان إلى هذا المجتمع أنه منافق ويجب أن أنتقم منه، وتتشكل نزعة انتقامية لذلك الشخص الذي تعرض للظلم والاضطهاد والعذاب. وكلما كبر كبر معه جرحه ونما واستقر في أعماق عقله الباطن. يا ويلتي، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ويتجرع شراب الشوك وعذاب الشوك، ويتجرع الألم كالماء السائل، ويحاول أن ينتقم لذاته ويتمرد على المجتمع حتى يصل إلى توأمه، توأمه المفقود، توأم الشعلة روحي، يتزوج وينجب أطفال وينخرط في المجتمع، ولكنه جسد بلا روح، وتبقى روحه تناجي وتناجي وتناجي. هذا هو توأم الشعلة، وهذه هي أسبابه وجذوره. أما توأم الروح باختصار
هو علاقة بين اثنين، ولا تشترط أن تكون بين محبين لبعضهم البعض، قد تكون بين الأب وابنته، الأخ وأخته، الصديق وصديقته إلى آخره. ويشوب الاحترام والود ولا يتخللها المصالح المشتركة دون مصلحة ما يوجد فيها تضحية ونزاهة. أما توأم الشعلة فهو شغف وعذاب وإدمان. أنا بتمنى أنكم تكونوا فهمتوا علي ماذا أقصد، وما هو توأم الشعلة وما هو توأم الروح. توأم الشعلة هو حياة دونها جسد بلا روح، أما توأم الروح هي صداقة وتضحية ومحبة وألفة ولا توجد بها غدر وخيانات. إن شاء الله تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم، وأي سؤال أو استفسار أو أي مشكلة تواجهونها أو أي ملاحظة تودون إبدائها أرجو الكتابة في أسفل هذا الفيديو في الكومنتس، وأنا مستعد للإجابة ولمساعدتكم. واتمنى نكبر مع بعض ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس حتى ينتشر الفيديو هذا والأوديو لأكبر شريحة من الناس ويستفيدون من هذا الموضوع. كل التوفيق لقلوبكم، ولا تنسوا الاشتراك، لايك، سبسكرايب and share. Wish you all the best. God bless you. والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. اللهم انصر فلسطين.